كفاني بس كفاني بس من سواتك ذبا الوردي وعطر عفتاه النفس. عتابي صمت وزالي صمت ولا فيني ضميرك حس. أنا الطيبة وحب الناس من أطباي. أنا الطيبة وصبري مرسى لوجاعي. أنا صيغة المال هذه بتزينها كل العملاء عندنا، اوكي؟ حاضر استاذ. منو اللي جايب الورد؟ المحل استاذ. ادري ان المحل، منو موصله؟ قصدك السايق ولا عبير؟ السايق اللي موصل لنا. ماشي. شوفي لي الكرت مال المحل ورقم تليفونه. حاضر. تفضل. ايش تبين انت؟ ولا شيء استاذ. يما ايش فيك؟ وجهي هذا مو طابوق، انا كافي مطقوق بعد، هم انت تزيدين علي؟ اي يا رب، عسى يدينهم القص، عساها الكسر، عسى الله لا يوفجهم ولا يبارك فيهم عيال ابليس هذيله.
بعدين تعال انت، انا كم مره قايلت لك يوز لا تمشي وتتهاوش مع الاوادم، انت علامك كذي بتيوز عن هالسوالف، علامك صاير لنا بزر بزر انت. وهذيلا ما عندهم والي، شم واقفهم قدام مشغلها ناطرينها ولا سالفتهم. واي بابا الله يهداك، ايش فيك استشريت علينا؟ يعني انا ايش عرفني فيهم؟ طلعت ولقيتهم واقفين بوجهي. والله يهداك. يقولي ما ادري ايش فيهم علي، ايش فيكم علي، ايش فيك شو؟ ما انت متوج معايش حالاتك وتحطي لي ثلج، ايش قلبتي علي؟ ابوس راسك يا زمن، عامليني زينه. من طفاقتك. قولوا الحمد لله ان الريال ابو الولد ما سواها سالفه ورفع قضيه. وليش قضيه عاد؟ وهو متحرش في بنيتنا ويبي يسجلها قضيه؟ صدق قوات عين. والله يا خالتي هالايام بعض البنات يبون يتحرشون بالشباب ويبون الحكي حق نفسهم. ايه عاد هالنمونه نشتيني عنهم، انا اعرفهم زين، تلقينهم مثقفات وبنات اوادم وبهالدوامات والشركات والبنوك. نوف زين خلود كمل، ايش صار بعدين؟ اقول عاد يلا طيري لا بالثلج على راسك، يلا وسالفتي فيلم تسمعينها للنهايه ويا راسك. لا احشم نفسك احسن لك. اسفيني الغلط، خلاص. المهم الحين هالخمه هذيله ما راح يوقفون حق بنت خالك مره ثانيه؟ والله يبا ما يندرى بيوقفوا لي ولا لا، بعد خالد مو فاضي يقعد جونجر تحت العماره ناطرهم. ابي حراس الامن. حراس الامن شنو مهنتهم بالضبط؟ بس كذي شكلهم كلاب زينه حش السامع. احش فيك يمه، ايش فيك؟ هاي انا غلطان، اعطيني مالت على الرياييل. ماني عارف. يا جماعة عيب، أنا بموت الجيران وحسب الأهل، لا تخلوا هاي الدنيا الفانية تفرق بينكم. يا يبانة محترمة وعازة وعادة مثل أخوي، لا في تسوي له إبليس تراك براسه، إلا أنت إبليس بعينه وعلمه. يا طارش هالحكي هذا، يا جماعة صلوا على النبي ما يستوي كذا، خلي نتفاهم. يا أنا مصلي عليه قبل لا أشوف وجهه. يا يبانة أنت فيك؟ على الغلط عاد احسب روحك. يا إنان الله وعلى أبو هالبيت وانا حشيمة، راح البيت وانا حشيمة، اشتريت وخلفها. يبا شو تفهم؟ خلي أحمد ربانا سكت عليه وعلى خماشينه، والله لو طلع بسان واحد غيري لا فحص ده في العالم. شينو ما سمعت؟ بدد المسجل، خليني أسمع شو قلت؟ أنا أقول شو قلت؟ أنا أقول لك ما تسحاوي، أخذت فلوس الريال وكلتها عليه، ما عيب عليك؟ يا أخي تبي فلوس؟ تاكد أنا أعطيك فلوس، بس مو تقصر قمتي قدام الريال. جنك جنين الحيل ما تستحيل. يلا عاد، يلا على الغلط، على الغلط عاد، يلا يلا خلني محترمك عاد. يا والله بنت ابو حشاده، يا احترم نفسك اقول لك. ها سامي شرها علي انا اللي قاعد عندك تريح، وانت بنت ابو واحد يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع انا اقول لك يا ابو طارق، صل على النبي واستريح، خلني ودي عيس. إنا لله وطارق. وقف انا بس على نفسي، انا حرامي؟ انت حرامي ونص وحرامي البطير، باقي فلوس الريال وتراب ترجم. شوف عاد احترم نفسك احسن لك، تراني ساكت عنك وايد. يا ابو طارق صل على النبي، صل على النبي، فتحتوا له بالفريج اكسر الشر. سلم عليه، خله هو يكسر الشر. شوف عاد سوتها، ترك سوتها وايد. يبا عمي ابو عبد الله صلوا على النبي، ايش السالفه؟ صوتكم واصل لبرا. قول لهم فضحتونا، صلوا على النبي، هدوا عاد. هين انا اوريك هين. يبا اكسر الشر، تكفى. يبا هدي. شوف عاد من اليوم ورايح لا انت ياري ولا عرفك ولا لساني طق على لسانك. يا ابو طارق انتوا ربع واخوه، ايش ملاكم كذا؟ صلوا على النبي. وانا ما اتشرف ان انا اكون رفيقك ويارك، يا البواك يا الحرامي يا اللي ما تستحي على وجهك، بايق فلوس الريال وما كلهم. انت كفو تصير يار، انت سفله. مشكور. ابي ابو عبد الله شو السالفه؟ شو الحكي؟ اسال ابوك الحرامي، هل اللي بايق فلوس الريال ما راضي يردهم هالسفله. اذرف ذرفك الله. مالت عليك الله ياخذك.
الكرامة والحب يلتقون ويختلفون. اللي يحب لازم ينسى كرامته قدام قلب اللي يحبه. نتنازل عن كرامتنا ونكتشف داخلنا شخصية تختلف عن شخصيتنا، وندور كل الحيل والطرق علشان نوصل للي اختاره قلبنا. أبو عبد الله، إيش فيك؟ في الحب ما في كرامة، وفي الكرامة ينتهي مفهوم الحب. في ناس تتنازل عن حبها لجل تكسب احترامها لنفسها، وفي ناس عشان اللي تحب تبيع كرامتها. عجبك اللي صار؟ لا اكيد ما عجبني. شنو الحل الحين؟ انت تدرين يا ابتسام الولد يحبها. هذا الحكي كلنا نعرفه من زمان. رابي ويا بنت خاله من صغرهم ويحبها. انا اقول نزوجهم دام انه يبيها. يا ريت، هذا يوم المنى عيد يصير عندي واخلص منهم هما الاثنين. هي تاخذ ولد عمتها ولا ياخذها واحد غريب. يلا ايش تنطر؟ بتكلم بنتك ولا تبيني انا اكلمها؟ لا 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 لا، واللي يرحم والديك، لا تدخلين نفسك في هالسوالف هذه. اي نعم، هذا لعيالي وانا اعرفهم عدل، ما يحبون احد يتدخل غيري. جاسم، لمتى عيالك بيتموني يعاملوني على اني مرت ابوهم؟ يا ربي انا اللي مربيتهم، ليش للحين حاطين حاجز بيني وبينهم؟ بس محمد وريان ما بينهم وبينك حاجز. ايه بس اوقات تيهم العرات اللي حاطه بيني وبينها طوفه نوف، وقفت لي على الزله على الكلمه. ايه ادري ادري، عنيده طالع عالمها الله يرحمها. الله يرحمها. خلاص عيل كلم انت ريان وخبرني شو يصير. أنا ودي أكلمك أنت قبل لا أكلمها هي. أبي أعرف شون هيصير من وراي. يلا قولي. شو اقول؟ قولي الحكي اللي خشته في قلبك من الصبح. يلا قولي. خلود وخر عن طريقي، خلني اصعد غرفتي، لا تهنني. هو لا، شوفي هو ما هو ما يمشي عندي انا. لا قاعد تسوين كذي عاد. يلا ريم قولي، ترى من صدق انا. ها ايش تبيني اقول لك؟ قولي مشكور على اللي سويته امس، انك طحنت الشباب، كسرتهم وحررتني من الاشرار وكذي. يلا تستعبط انت الحين. انا امس مو قدام قلت لك مشكور، ولا ايش تبي اصنخ ولا تتصيمخ؟ لا بلا عدل قدامهم بس مشكور غير، ولما نكون انا وياك بروحنا شي يعني غير مشكور هذا. يلا ريون. نعم نعم الله عليك، ان شاء الله. انت ايش فيك ريون؟ قاعد تصيرين كذي عاد. خلود اذا الحين ما وخرت عن طريقي وخليتني اصعد داري، ترى عادي اصب الشاي على راسك. عادي انا اوريدي من اسمه متسبح. صبي صبي. ترى من صدقي اطقك فيه؟ هم امس بالذات ما طقيت على راسي بالكوب. طقي يلا طقي الحين. انتم ما تقولون ليش عندكم على هالنجره من الصبح؟ لا جيتونا يا يما شيخه، خليه وخر عن طريقي من الدرج بصعد غرفتي. ينني والله يا يما، وانت تدرين عاد انا اذا حلفت بالذات ما اكذب. انا بنزل وهي اللي وقفتني وتقول لي مشكور على اللي سويته امس، وانا اقول لها ما له داعي كم مره تشكريني. اي اي انت صح، انا غلطانه. زين عنك. ريولي ريولي، ثولة انت ثولة.
تستاهل. قلعتك عساك في هالحال وأرده. يولعي هاي ابو عبد الله، ايش رايك احط لك لقمه تسد فيها يوعك؟ قلت لك ما اشتهي. اوف انزل علمني ايش فيك. ما فيني شيء. يا ما تفهمين؟ وي ما تدلبوز شبرين وتقول لي ما فيك شيء؟ ايش صاير؟ ها حكي عبري. انا حكي عبري وراس عيالك تقول لي ايش صاير؟ من اللي مزعلك؟ يا القهر عيل انا تالي عمري ينقال لي جلي الحياه. هاو يحسون من هو؟ بطلال. اخ يا حسافه العشره يا حسافه الجيره. استخف هذا من توفت مرته وهو زار عقله. حرني قهرني. لا يحرك ولا يغسك، اصلا انت من زمان اللي معطي وجه. دام السالفه كذي ما فيها لا حشيمه ولا كرامه انا اللي اخذ فلوسي منه. هاو شو فلوسه؟ متسلف مني فلوس من سنه وليوم تماردهم وراح اخذهم منه. من صدقك؟ تعال لا تروح لو انت معصب. زين اللي انت ايش فيك؟ تعال حاجني. عبد الله وعبد الله عليكم السلام. يعطيك العافية. أهلين أهلين تفضل. بغيت أسألك عن وحدة تداوم هني. قصدك عبير؟ إي كنا أتوقع اسمها عبير. والله هي بتداوم الصبح بعد الظهر ما بتداوم حبيبي. أوكي. زين في مجال الباكر اللي هي تعطيها كرتي؟ تكرم عينك حبيبي حاضرين. تفضل. أوكي حبيبي. مشكور مشكور حبيبي. يا سلام. طارق تحكي أقول إيش صاير؟ ليش تحكي كذي؟ أنا إيش علي عاد؟ قول شنو الموضوع؟ ليش ما انقال في التليفون؟ طارق ايش فيك؟ قول لي. ايه ابيك تقول لي ابوك ايش فيه؟ خلاص خلاص زين اللي تشوفه وانا اشوفك. السلام. آه شلونك؟ الحمد لله زين ان شاء الله. وين بابا؟ بابا موجود ان شاء الله. اشتري انت. روح روح اشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. الله اشكرك. هات بابا بسرعة. طارق تحكي قول ايش صاير ايش فيك؟ ابوك غلط على ابوي. ايه شلون؟ من مساء وانت تقول انه ابوي غلط على ابوك؟ ابي افهم شو السالفة. قول تحكي. ابوك غلط على ابوي وقال له كلام قدامي عمري ما راح اسامح عليه لما يطيح على راسه يتاسف منه. طارق شو الحكي؟ ابوي انا يتاسف من ابوك؟ ايش فيك انت؟ مو انا اللي اشوف ابوي ينهان. واسكت سمعت اي؟ اذا انت قاعد تصارخ ايش فيك؟ ها ما سويت لك شيء بعدها غير شغله. خلاص عاد لا تنرفزيني. عبور لا تخليني اسوي شيء تحسف عليه طول عمري. لا تخليني امد ايدي عليك ترى انا مجنون وانت تدرين. شنو؟ تبي تمد ايدك علي انا؟ اشوف يلا مدها يلا مدها. انت تفهمين ولا ما تفهمين؟ اقول لك سكتي يعني سكتي. لا ماني ساكته. اللي بعرف ابوك قال حق ابوك. ابوك قال حق ابوي؟ انا ما يشرفني اكلم واحد مثلك. حرامي نصاب يبوق فلوس العالم، عرفتي الحين؟ ها؟ ويعاه ويهد. لا تصارخ. دلفعي دلفعي على وجهي. انت صدقك؟ ايش قاعد تطق؟ يلا طق. شر علي انا يا اتفاهم معاك. ابوي وابوك تهاوشون انا شكو. يعني عاجبك اللي قاله؟ لو الحين ابوي يغلط على ابوك ايش بتسوين؟ طارق الله عداك ايش فيك؟
هم المتهاوشين، احنا ما لنا شغل. لا ليه شغل؟ انا ما حد يغلط على ابوي واسكت. تعالي. هاي طارق ايش فيك؟ هيك جدفي. لما اكلمك تسمعيني ما تهدين وتمشين، فاهمه؟ زين رخ ايدك. قولي حق ابوك تتاسف من ابوي الحين، ولا ترى ما راح يحصل له طيب. تخسي. ماني بنت ابوي اذا قلت له. انا ابوي ما يتاسف من احد. سجعاد؟ عايز تدرين شلون؟ دلفي. دلفي عن وجهي. ومن اليوم رايح ما بيني وبينك ولا شيء. كل شيء انتهى. سمعت شيء؟ طالت عليك. طالت عليك الله ياخذك. لا والله استاذ سامحني، سايق باكر بيوصل الورد، انا شغلي هناك بالمحل. شو المباراة؟ يعني ما شو المباراة؟ يبطل اليوم قاعد طالع مباريات، متى أكلمك؟ عطيته زقون في بطنه إن شاء الله. تأسف منك؟ تأسف طل، خذ فلوسه بوجه عريض ومشي، خلي يدلف ولا منته. عيل ليش تعطي؟ وأنت ليش معصب؟ شو معصب؟ أشوفه يغلط عليك وتبيني أسكت له؟ أذبحه والله. أنطم زين. خلي يولي عنك. قهرني حرني. خلاص ما له شغل عندنا ولا لنا شغل عنده، راح الله ليرده. بس تصدق خذ فلوسه وطلع مستحيل، كنا متعومس. متعومس شنو؟ هاج عشاج زهري مسود وجهك ولك عين تبكين بعد؟ ما ينام ابوك لي طقك؟ لا والله اللي بغى يفضح يفضح. يلي ما تستحين تسوين كيك وتودينا بيت طروق وابوك يروح عندهم ويشوف نفس الكيك؟ انت ما تستحين؟ لكن معاه حق يطقك طق سنه بساعة. انا ما سويت شيء غلط. شب شب اقول لك شب وتردين بعد؟ امصع رقبتك انا الحين؟ امصع رقبتك؟ مو قلت لك تركي عنه؟ الحين شو اسوي؟ شايفكنا من ابوك. أهلين سعود، شخبارك؟ الله يسلمك. تمام سعود، بقول لك شيء، تذكر المصور اللي عندكم اللي اسمه طارق؟
عفية وينه؟ لا لأن أنا بصور ومتوهقة. لا المرة ما بصور العارضات، أنا بصور حقي، أنا صور حقي. لا ما بصير مودلز، بس أخدمهم حق البلوج وحق الصحافة. عفية سعود شوف لي الموضوع، لا تنسى الله يخليك، لأن خايفة أتوهق. أكيد ماشي، شوف شو صار وياك وقول لي. ثانك يو، تسلم، ما تقصر. كلك ذوق، مشكور، مع السلامة، باي باي. صدق اقول عاد انت اخر واحد زين عاد تكسر، ها؟ والله زين شوتي سوت فيك كذي، والله انا مره قويه. صدق تبين اوريك شلون منتفخه الحين؟ انت ما تتحجم، مو كنت موجوده يوم تربسني هذه؟ انا مالي شغل فيكم، انا قاصه خلاصي منكم. حتى هاي دبرت مني والله، والله ما هي الهقوه والله. يعني يا اخي انت بهالبيت يا تتشعم يا يطممونك يا خلاص اسكت، دخيل الله اسكت. يلا عاد لا تفشلونا، هم مضروب هم تشعمونه. طع خالتي شو تقول؟ أصلاً هذا إذا ما ينضرب جسمه يحكى، هو يحب كذي خلاص تعود. أنا إذا ما انضرب أضربك بالتفاحة أقلي مكان راسك، شكتي عاد عن اللقافة يلا. هذا الصج بعد شنو؟ أقول ما في عش الليلة؟ شلون يعني؟ بطولنا قامت تتغرب، صرنا بلابل مو أوادم. وينهم هذيلا؟ نادوهم يحطون العش. عالي قومي شوفيها. ألو؟ مساء الخير. مساء النور استاذه ريان، شلونك؟ معك طارق المصور. هلا طارق، انت وينك؟ موجود بس كان عندي ظروف شوي. شوف قبل لا تكمل كلامك بقول لك شغله، انا اطفر ما عندي لما احد ما يقعد يلتزم بالمواعيد ويطنش. لا استاذه ايش دعوه، كل شيء ولا زعلك، عاد ترى سعود موصيني عليك. زين ما دام سعود موصيك علي روح حط راسك نام وريح، باكر وراك قاعده من الصبح الساعه 10، ما احب التاخير في المواعيد، انا انجليزيه في مواعيدي. على امرك استاذة ان شاء الله. حاضر خير استاذة، ماشي تصبحين على خير. وانت من اهله. في المقطر واضحش بالجامعه كلها. و تكلميني انا؟ لا اكلم ابوي. اي روحي كلمي ابوك، شب لمسح فيش الارض هني. والله خوفتيني الصراحه، خفت وايد. مسكينه بالله، راويني شو تسوين. بس بنات من صدقكم انتم شو بيقولون عنا الطلبه؟ لا خليوني يشوفون هالوصغه هذه شو مسويه. وربي ما سكرت حلجك الحين، لا اعطيك طراق اعمى عينك فيه. ترى بقول حق كل البنات، هذه اللي ما تستحي شو مسويه؟ كاتبه على سيارتي بحمرتها تشيب كلام وسخ وسبتني، وناس شايفينك مستعدين يشهدون معي في المخفر بعد. حمرتها تشيب؟
بكل ملابسك هذه، وبعدين يبيهم لو صار عندك شهود يبيهم حبيبتي، وبعقب وديني المخفر خليش جنوني مالت عليك وعلى سيارتش مكسرة. هاي نراويج. وبعدين بقول لك شيء، لو بغيتي تعرفين على واحد تعرفي على واحد من مستواك، واخري عن ولد خالي لا افضحك بالدشة والطلعة. وانتي بعدش ما تعرفيني عدل، والله وقسم بالله افضحك بالديرة كلها. يلا حبيبتي حنون خليها تولي عنك. هين بوريج بوريج. ما أدري حسيتك اليوم مو على بعضك، كنا فيك شيء صح؟ ساعات الواحد يفرح ويحزن من غير سبب واضح. كلامك صح، بس اسمعها مني نصيحة، أنت لازم تستانس بكل دقيقة تمر عليك في حياتك. عيش اللحظة وحزتها راح تصير أسعد واحد في الدنيا. الزيارات العائلية ممنوعة، تبين تشوفين ريلي تشوفيه بالبيت، هني مكان عمل. والله حبيبتي لا بغيت هي أشوف ريلي ما أطلب الإذن لا منك ولا من غيرك. أنا إيش قايل لك؟ مو قلت لك تمرين دوام؟ إيش فيك؟ خايف منها؟ نوف بس عاد أنا مو جاية أضيع وقتك، أنا جاية أذكرك بموعد المستشفى. موعد؟ أي موعد؟ سلامة عمرك، ما في شيء. شو ما في شيء؟ قولي لي أي موعد، شو السالفة؟ لأن أنت وايد مشغول فناسي أن أنت عندك وحدة على وجه ولادة وعندها موعد سونار. يا جماعة خلافاتكم العائلية يا ليت تحلوها في البيت، إحنا في مكان عمل. عيسى لا تخليني أتخذ إجراء ما يعجبك. عناد هو اللي عناد، ولا عشان في ياهل جاي بالطريج حبيبتي غسلي إيدك، اللي بغيتي قبل وتعبتي عليه ما راح يصير، ريلي حقي أنا بروحي، تفهمين؟ عيسى خلي حرمتك لو سمحت تطلع برا. خلاص نوف روح المستشفى وأنا لحقك. ماكو طلعة اليوم، عندنا شغل وايد والشغل ما بينطرك. عيسى خلاص نوف روحي أنت الحين البيت وبعدين تفاهم. والله الشرها مو عليك، الشرها علي أنا اللي على بالي ماخذ ريال. شلونك؟ شلون امك ما شفتها؟
الحمد لله. لا احنا كلنا بخير. لا والله عبوره شوي تعبانه، يعني هي اليوم ما داومت، ان شاء الله بتداوم باكر. ليش ما دزت لك مسج؟ لا لا ما فيها الا العافيه، يعني شويه منشوله وجسمها يعورها، نامت مبكر. ما يخالف، ما علي. مع السلامة حبيبتي، حياك الله. سلمي سلمي يما، مع السلامة. من تحاكين بالتليفون؟ هذه لمية تسأل عن بنتك، قلت لها شوي تعبانة، بعد انت ما قصرت فيها المسكينة. وينها؟ دارها ما طلعت من أمس. الله يستر الله يستر. منو؟ أنا. الباب مفتوح يبا. من كبرتي ما مديت ايدي عليك، يوم كنتي صغيره كنتي اذا اردتي اطقك، عقبها تبكين تجين بحضني وتساسريني بيذوني وتقوليني بانا اسفه وما عيدها. بعدين البارح لما مديت ايدي عليك ما حسيت بعبير بنتي الواعيه الكبيره الفاهمه، لا حسيتك ليهن عبور الياهل دلوعه ابوها اللي لي غلطت ترد وتقول انا اسفه ما عيدها. انا ما قصرت معك، قلتي لي بهدي الدراسه، قلت تشديها، قلت ابي اشتغل عند بنت رفيجه امي شغلناك، قلت ابي سياره ساعدناك في بناء السياره، قصرنا معك بشيء؟ ما قصرنا. تحبينا؟ قلت لك تحبينا؟ يبا انا ادري انت كنت صغار مع بعض وتربيتوا بهالفريج تحبون بعض وتلعبون مع بعض، لكن مو معنى هذا اني اسمح لك انك تشوفينا ولا تكلمينا، بعتبرها غلطه وبعديها. لكن ها إن سمعت إنك كلمتي ولا شفتي من وراي لا بتشوفين شيء عمرك ما شفتي مني، سمعت يا عبور؟ حتى لو هو بنية الزواج أنا ماني موافق. لو تنقلب الدنيا ما تاخذين ولد صالح، سمعتيني؟ انسي انسي. الطيبة وحب الناس من الطبار.
شفت منك جوب ظلك شوكة هدمالي أداري خاطر المكسور وأنا أفتح باب لحزاني على ما تشتهي سوي ما راح تلقى سوى عايشة ما في وحشة ليلك تضوي تضوي على ما تشتهي سوي ما راح تلقى سوى عايشة ما في وحشة ليلك تضوي كفاية.